ابنك راح يقضي بقية عمره مشلول. ام عربي افتحي يا ام عربي. ام عربي مشان الله افتحي. وينك يا ملاك؟ وينك يا عمي؟ مشان الله يا رب دخيلك يا رب. يا رب الستر يا رب. يا رب الستر. مشان الله افتحوا. يا رب دخيلك. يا رب دخيلك الستر من عندك يا الله استور علينا. اخ يا عمي. اخ يا عمي وينك يا عمي؟ وينك يا عمي؟ وينك يا عمي؟ وينك؟ وينك؟ الحقيقة الضرر اللي صايب العمود الفقري كتير كبير. ايه؟ يعني الشلل اللي عنده يمكن يضل كل العمر. شو؟ أنا آسف. يا حوينة شبابك يا عربي. يا حوينة شبابك يا عربي. يا عربي شوفي شو قال لك الحكيم. لك الله يلعن الساعة اللي تعرفت فيها عليكم. مشان الله شو قال لك؟ لك الله يحرق قلب أبوك مثل ما حرق قلبنا هالبنات. نظفت لي قلبي مشان الله شو قال لك؟ لك ابنك راح يقضي بقية عمره مشلول. مين؟ قولي علامتي على الصوت. أبزو أبزو. كيفك سوريا؟ أهلين أبو عزة يا ميت. أهلين وسهلين. خير شو بده؟ جيت أطمن على معلمي أبو نزير وعلى أبو تيسير وولاده. حاكم اليوم ما نزلوا على الورشة. قلت له شوف شو القصة. هلا هي مو قصة، يعني شغلة صغيرة وناكتة، مو مصيبة كبيرة يا لطيف ما بتنحل. يعني إلا ما تنحل. لا تخاف، بتنحل وبيرجعوا على شغلهم كلياتهم. أكيد شغلة صغيرة وناكتة؟ آه ايه طمنتيني.